اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بص تستطيع. طبعا احنا اليومين دول نتائج الثانويه العامه والاعلان عن اوائل الثانويه العامه قريبا ان شاء الله خلال ساعات يمكن هيتم الاعلان عنها. عاوز ااكد لحضراتكم انه دايما اللي بقوله الحمد لله احنا بنجتهد واللي بنعمله انه احنا نشتغل على مستقبل اولادنا، واحنا بنربي اولادنا شخصيا مع حضراتكم مع تربيه اولادكم يعني. فالنهارده احنا عندنا فقره مميزه جدا جدا في منتصف هذه الحلقه مع عالمه كبيره وهي الدكتور مروه الحفناوي خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عشان في بعض الناس من حضراتكم كان قالوا الخريطه اللي الدكتور مروه رسمتها حوالين المستقبل وكليات المستقبل ونختار الجامعه بتاعتنا شكلها عامل ازاي او نختار التخصص بتاعنا ازاي وفقا للي احنا عاوزينه او وفقا لفرص العمل المتاحه ايه. فده هيكون موجود معانا فقره مهمه جدا، وهيكون معانا كمان مجموعة من الاتصالات من مجموعة من العلماء المصريين هيقولوا لنا ايه هي كليات المستقبل او ايه هي الكليات اللي احنا يعني يفضل ان احنا ندخلها وكمان فرص العمل المتاحة ليها. عاوز اقول لحضراتكم حاجة، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعمل شيء لو تعلمون عظيم، وهو تبني المواهب في كل المجالات وكل الاتجاهات المختلفة. وتبني المواهب ده بتقدروا تقولوا عليها هي فرصة حقيقية لكل موهوب في هذا الوطن في مجال مختلف. كان في مشروع مهم جدا من مشروعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتنين اشتغلوا مع بعض على هذا الملف وطلعوا حاجة مختلفة جدا، وهي برنامج كابيتانو مصر. برنامج كابيتانو مصر قدم لنا مجموعة من المواهب المهمة جدا لمجموعة من اللاعبين الموهوبين اللي ما صادفهمش الحظ انهم قدروا يدخلوا أندية. بعض هؤلاء اللاعبين، وانا عشت هذه التجربة بأمانة ربنا، ما كانش معاهم تمن استمارة التقدم للأندية. طبعا الخدمة دي اتقدمت مجانا عبر وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية، إن احنا ندخل المواهب في مشروع كابيتانو مصر. وهو كابيتانو مصر هو مش مجرد برنامج تلفزيوني، هو مشروع كبير ومحترم. هذا المشروع أفرز من ضمن المواهب اللي أفرزها هذا اللاعب اللي أنا بعتبره نبغة، موهوب كبير جدا وحريف كده من حرفنة لعيبة الكورة بتوع زمان، في حتة كده من حازم إمام، في حتة من يعني في حتة من بركات مثلا، لعيب جامد قوي قوي قوي، وهو الكابتن عيد العزازي. عيد العزازي اكتر لعيبة كابيتانو مصر مهارة، واللي لفت نظر كل مدربين وضيوف البرنامج. عيد لاعب مفيد. يا عيد يا عبد الفتاح يا ابن الشرقية، مية مية. يعمل مفاجأة ولا ايه؟ يعدي عيد، يعدي عيد، يعدي عيد، يعدي عيد، يدخل عيد، يشوط عيد، يلعب عيد. رقم 10 كويس جدا اللي جاب الجول الاول، الولد ده كويس قوي، اشول، لعيب كوره كويس قوي، بيلعب رجليه الشمال، عنده مهاره، عنده سرعه. رقم 10 ده عيد، ده شفت فيه الريحه دي اللي هو طاهر ابو زيد، شيكابالا. كابتن عيد العزازي طبعا هو
في برنامج كابيتانو مصر هو اللي حصل على اللقب السنة قبل اللي فاتت، وناس كتير سألت أين ذهب هيئيد العزازي من أيام تقريبا أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع متحدة الخدمات الإعلامية ونادي الزمالك التعاقد مع كابتن عيد العزازي ومجموعة من اللاعبين، وقبلها كان في مجموعة من التعاقدات مع أندية الإسماعيلي وأندية زد، وأعتقد أن الفترة الجاية هيبقى في تعاقدات كبيرة جدا للاعبي كابيتانو مصر على مستوى الأندية عشان ياخدوا فرصهم وياخدوا مستقبلهم. عيد العزازي دلوقتي فرصته كامله اخدها وهو بيلعب في نادي كبير وهو نادي الزمالك، وقدام اختبار مهم جدا، لانه دايما الاختبار ده حتى انا بنصحه لان عيد بعتبره ابني ابني وابننا يعني كلنا، وهو انه ربنا اداك موهبه واداك معرفه ونجوميه في الشارع، لان انا شفت عيد وهو بيمشي في الشارع الناس بتصور معاه من دلوقتي، لكن انت لسه في بدايه المشوار يا عيد، واحنا لسه ما حققناش حاجه، احنا عاوزين ننجح وان شاء الله ربنا يوفقك وكون كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك. يا كابتن عيد ازيك؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ الحمد لله. قول لي يا كابتن عيد، دلوقتي انت نقلت خلاص من الشرقيه بقيت في القاهره في الاقامات بتاعت لاعبي نادي الزمالك صح؟ ايوه انا موجود هناك في القاهره فعلا. بدات تمرينات امتى؟ انا بدأ فتره اعداد قبل يعني نعمل العقد والامضاء باسبوعين مثلا، بادئين هناك في السكن وكده قبل ما نعمل المؤتمر. يعني الحمد لله يعني فضلنا، وبعدين اخذوا مننا حوالي 7 عناصر والحمد لله احنا دلوقتي متواجدين يعني 7 النادي. انت عارف يا عيد، سامعني ان انت عيد كويس ها؟ انت عارف ان احنا كلنا امال ان انت ربنا يوفقك ان شاء الله وتكون كابتن نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر، بس الاهم من كده الرساله اللي احنا كلنا عارفينها واكيد بابا وماما قالوها لك، احنا لسه ما ابتديناش صح؟ اكيد انا ده هدفي اصلا ان انا اكون حاجه كبيره قدام وابقى حاجه كبيره لمنتخب مصر يعني قدام باذن الله. يا رب ان شاء الله. لسه ما بدناش يعني، لسه في اول خطوه. برافو عليك، برافو عليك يا عيد. انت اخبار الدراسه ايه والمذاكره؟ طمني. لا الحمد لله تمام. يعني بنحاول على قد ما نقدر يعني نوفق بين الاثنين. النتيجه ايه يا كابتن عيد؟ قول لي نتيجتك السنه اللي فاتت ايه؟ نجحنا ولا ايه؟ لا الحمد لله عدينا يعني الثانية دلوقتي، يعني دلوقتي الثانية سنة، وكنت في أولى دلوقتي الثانية سنة والحمد لله. يا ده أنت داخل على ثانوية عامة يا عيني. ثانوية عامة ونادي الزمالك مع بعض الموضوع صعب ها؟ ربنا يعيننا بقى. طب عاوز أقول لك حاجة يا عيد، قبل ما تدخل تجربة كابيتانو مصر، وأنت عارف أنا شفتك بقى من أول ما دخلت من أول لحظة في الاختبارات يا عيد، كنت يعني كنت متخيل إنك توصل للمرحلة دي؟ أنا إنك يعني تدخل نادي الزمالك كلاعب محترف؟ يعني انا عامه انا يعني ما كنتش احلم يعني ابقى في نص كده حتى، انا كنت في بروح اختبارات في 50 جنيه هنا اختبار بعدين امشي، ما كنتش احلم ان انا اطلع على التلفزيون واكون محررك دلوقتي واكون محررك دلوقتي يعني ده حلمي اللي انا فيه دلوقتي، ده كان حلمي في يوم من الايام يعني. يا حبيبي يعني ربنا يوفقك. انت قبل بقى ما تدخل اختبارات كابيتانو مصر بدون ذكر الانديه، دخلت اختبارات انديه قبل كده وربنا ما وفقكش فيها؟ دخلت انديه، في انديه قعدت فيها شويه ومشيت كده يعني، فمش مستقر الحلم يعني مش مستقر. انا شفتك بقى بعينيا انت موتت نفسك في السيزون الاولاني، انت كنت بتاكل النجيله ما شاء الله. انا بقى كنت على قد ما اقدر بقى اكل النجيله بقى في التعادل، دي فرصه يعني بحاول اثبت نفسي فيها. طب انت عارف ان ربنا يا عيد مديك موهبه، وموهبه يعني هايله جدا جدا، ودايما اللاعب الموهوب عنده طريق من الاثنين، اما انه يقوي موهبته ويبقى عنده لياقه بدنيه وقدره على الالتحام، لان انت عارف ان اللعيب الموهوب هو اول لعيب بيتاكل في الملعب يعني اول لعيب بينضرب، فانت بموهبتك وقدرتك على الحرفنه والترقيص وانك تعدي، انت عارف ان انت نازل اي ماتش هتتضرب يعني، انت فاهم ده هتتكسر يعني بلغه الكوره، هل هتشتغل على التقويه البدنيه لجسمك ويبقى عندك القدره على ده اللي هو عامله مثلا كابتن محمد صلاح اللي هو تحول من لعيب موهوب لشاطر الى قوه عضليه رهيبه بيبقوا لعيبه طوله مرتين بيخبطوا فيه بيقعوا على الارض، هل انت مجهز نفسك لده؟ ده يعني ده اللي بحاول اعمله الفتره دي اصلا عامه الكوره بقت اصلا مش كل حاجه موهبه، الموهبه تبقى مثلا 25% باقي لازم تشتغل على نفسك، انت لو موهبه بس ما اشتغلتش على نفسك مش هتبقى حاجه كويسه صح. فانت لازم تكون شغال على نفسك كويس عشان
يعني زي محمد صلاح. محمد صلاح كان موهوب دلوقتي بقى موهوب قوه عضليه، يعني قوه عضليه جامده ما شاء الله. صح صح، الواحد بيحاول يشتغل على الحته دي باذن الله. يعني يا عيد ما وحشكش اكل الحاجه ولا ايه؟ بقالي فتره بره والله، وحشني قوي الاكل يعني. مدام ايات ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه؟ هو عيد سامعك اهو، ماما معانا. انا سامعاك، انا سامعاك. ايه المفاجاه دي؟ ربنا يخليك. ايه هو عيد بقاله قد ايه غايب عن البيت؟ عيد بقاله 20 يوم اهو. بس حضرتك اكيد بقى بداوا يدوكي برنامج للاكل بقى، مش هينفع الاكل بتاع زمان. هو احنا معانا لعيب محترف بيلعب في نادي الزمالك. طبعا طبعا. حضرتك كنت مؤمنة بموهبة عيد، واحنا شفناكي معايا لحظة بلحظة، بس كنت تتخيلي في يوم من الأيام انه ينضم لنادي الزمالك؟ لا لا طبعا والله، لا لا طبعا. انا بشكر الشركة المتحدة وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الشباب. صحيح يعني. بص، وشكري وتقديري واحترامي للكابتن طارق السيد. الله طبعا، ما هو اللي اكتشف. شكري لا، كابتن طارق ما شافش ابني الا في الاختبارات. صح، ده شايفه واقف جنبه. بص واقف جنبه يعني ما سابهوش لغايه دلوقتي، مش سايبه كابتن طارق. شكري وتقديري واحترامي كابتن طارق السيد طبعا. هو كابتن طارق هو يعتبر ابو عيد الروحي يعني، ان انا شفته ربنا. حتى كابتن طارق كان بيقول لي الولد ده هيبقى ان شاء الله احسن لعيب في مصر، بس يعني من اول الاختبارات في الشرقيه. تخيلي. شكري لكابتن طارق طبعا، شكري للمتحده، وده كرم من ربنا على ابني طبعا تعب جامد. جميل والله العظيم. يعني الحمد لله، ربنا كبير والله يا رب. بس حضرتك قلت العيد اكيد قعدت مع عيد وقلت له احنا بدايه المشوار، صح؟ طب اكيد طبعا. طبعا احنا لسه ما عملناش حاجه. صح، برافو عليك. لسه ما عملناش حاجه اساسا، يعني احنا لسه في اول الطريق. بص يا عيد، هقول لك حاجه، اللي عنده زي ماما ايات يعني يمشي على الميه وما يخافش من حاجه. اكيد طبعا، يعني انا مدرها بدعوتها ليك. يعني ربنا يخليك يا رب. يعني دعوتها دي مخليني امشي الدنيا اصلا، يعني يا رب ان شاء الله ربنا يخليها ليا بجد. يعني يعني توعد ماما بايه على الهوا؟ عشان الوعد ده مصر كلها تشوفه بعدين لما تبقى يعني بتلعب بقى فريق كبار بتاع نادي الزمالك ومنتخب مصر ان شاء الله. توعد ماما بايه؟ اوعدها اللي هي باذن الله هتشوف ابنها احسن واحد في الدنيا يا رب. ان شاء الله باذن الله، وهعوضها عن كل التعب اللي احنا شفناه في حياتنا. وباذن الله انا يعني ايه، لما نوصل باذن الله واحقق اللي في بالي باذن الله، انا يعني كل حاجه هعملها لها، اي حاجه هتعوزها انا هعملها لها. يلا ربنا معاك، احنا عاوزين تبقى انت بخير بس يا حبيبي، مش اكتر من كده والله. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا استاذه ايات السيد، والده لاعبنا، لاعب كابتن مصر ونادي الزمالك عيد عزازي، اللعيب الموهوب جدا. بشكر جدا كابتن عيد العزازي اللي اصبح رسميا محترفا الان في فريق ناشئي نادي الزمالك، واتحقق الحلم. وعيد بيمثل عشرات من لاعبي كابتن مصر اللي بينتقلوا لانديه كتيره، زي ما قلت لحضراتكم في لعيبه راحت الاسماعيلي وفي لعيبه راحت زد، وكمان الايام الجايه ان شاء الله هيتم الاعلان عن لاعبين كتير هينتقلوا لانديه اخرى. بشكر جدا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ووزاره الشباب والرياضه على اطلاق هذا المشروع الجميل. كل هدف هذا المشروع ان احنا ندي فرصه لكل اللاعبين، فرصه ثانيه وثالثه ورابعه لكل واحد موهوب في البلد دي في اللعبه دي، بدون اي تدخلات، بدون اي حاجه خارجيه. وده حصل مع كابتن عيد العزازي في الاختبارات الخاصه بكابتانو مصر، وبعد ما مصر كلها شافت موهبته، النهارده نادي الزمالك قرر انه يضم عيد العزازي، هو وحوالي 7 لعيبه من كابتانو مصر، وفي لعيبه انضمت للنادي الاسماعيلي ونادي زيد زي ما حضراتكم عارفين. والفتره الجايه هيتم الاعلان عن ضم اللاعبين لانديه كبرى ايضا في مصر، وكمان هنعلن عن المعايشه اللي هتحصل في اسبانيا. بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل مع بعض حكايتنا.
ورجعنا لحضراتكم تاني وبحث تقدروا تعتبروه بحث ثوري جديد تم نشره في نيتشر. ونيتشر طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي أكبر دورية علمية في هذا المجال أو التخصص. طيب البحث اللي فوجئنا بيه أو الشيء اللي جعلنا سعداء إن الباحث الرئيسي فيه وهو الدكتور محب جبريال، هو متخرج من كلية الصيدلة عين شمس واشتغل في مركز أبحاث السرطان الألماني في هايدلبرغ، وبعد كده أخذ الدكتوراه بتاعته من جامعة زيورخ بسويسرا. عنوان البحث هدي لحضراتكم خطوط عريضة وبعد كده نتكلم في تفاصيله أكتر، يعني إنه تم تشكيل أكتر من 600 ألف خلية عشان البحث ده يتعمل، لانه هذا البحث نتيجته اول اطلس جزئي للاوعيه الدمويه في الدماغ، اول اطلس جزئي للاوعيه الدمويه في الدماغ، وده حضراتكم لو تعلمون عظيم، لانه ده باب ربنا فتحه عشان يحل مشاكل الكثير من الامراض في المستقبل. دكتور محب ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك استاذ احمد؟ والف مبروك على نشر البحث، واحنا فخورين وسعداء ان الباحث الرئيسي واسم حضرتك وفين بقى في نيتشر، يعني حاجه عظمه. متشكر جدا ليك وللمقدمه الجميله. اكيد البحث دوت مهم جدا لان تطبيقاته واسعه جدا في علاج امراض كثيره في الدماغ. ممكن ناخد شويه تفاصيل عنه يا دكتور؟ أكيد طبعاً. أولاً أنا حصلت على الدكتوراه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ومن جامعة زيورخ. البحث دوت كان فيه فريق عمل كبير جداً في سويسرا في زيورخ وفي تورونتو في كندا وفي أمريكا في نيويورك. فريق البحث دوت متألف من مجموعة كبيرة من الباحثين اللي زيي. أنا كان ليا الشرف إن أنا أكون المؤلف الأول لهذا البحث، بس مشترك فيه أساتذة وعلماء عظام جدا شاركوا في إن البحث دوت يطلع بالشكل اللي قبل فيه في مجلة نيتشر. تركيز البحث كنا بنبص على الأوعية الدموية في الدماغ، وعشان أفسر هو الكلام ده مهم ليه. الدماغ بتاعتنا، الدماغ البشري في الإنسان البالغ وزنها تمثل 2% من الوزن الكلي للإنسان، ورغم هذا الدماغ بيحصل على 20% من ناتج القلب، يعني 20% من الغذاء التغذية والأكسجين اللي في الدم بيروح ل 2% بس من وزن الإنسان اللي هو المخ. فالمخ دوت مهم جدا لأن هو المسيطر والعضو الأهم في جسم الإنسان. المخ بيغطى بتقريبا 400 ميل من الأوعية الدموية. 400 ميل دول تقريبا المسافة بين القاهرة لأسوان. تخيل حضرتك إن قد إيه المخ دوت اللي هو مليان أعصاب مغطى بكمية كثيفة جدا من الأوعية والشعيرات الدموية. تمام؟ الهدف من البحث ليه إحنا بصينا على الأوعية الدموية في الدماغ؟ الأوعية الدموية بتكون نشطة في خلال نمو الإنسان، يعني في الأجنة وفي الطفل أول لما بيولد أول كذا سنة من عمره بتكون الأوعية الدموية نشطة في الدماغ. أول لما الإنسان يكون بالغ نشاط الأوعية الدموية دوت بيختفي تماما، بيقل، لكنها تنشط مرة أخرى الأوعية الدموية ديت في أمراض كتيرة في المخ زي بعيد عن الجميع سرطان المخ أو تشوه الأوعية الدموية. السرطانات ديت بالذات سرطان المخ من الأمراض الصعب جدا علاجها. للأسف لو واحد شخص بسرطان المخ بيبقى قدامه سنة أو سنتين بكتير رغم العلاج المكثف بالجراحة والكيماوي والإشعاع، لكن هناك فشل علاجي في إن الإنسان يعيش فترة أكبر لو شخص صحيح بالسرطان. ده كان الدافع لينا ان احنا نفهم الاوعيه الدمويه اللي بتغذي السرطان ديت بتنمو ازاي ومختلفه ازاي عن الاوعيه الدمويه الطبيعيه للانسان. ولو فهمنا هنقدر نعالج في يوم من الايام. انت عارف حضرتك ليه علاج السرطان حاليا مش ناجح؟ لو حضرتك بتشوف الانسان اللي بياخد اشعاع او كيماوي، شوف حضرتك حالته الصحيه بتبقى عامله ازاي، شعره بيقع، مناعته بتضعف. الكلام ده بيحصل ليه؟ لان الكيماوي، العلاج الكيماوي والاشعاع غير متخصص لاستهداف السرطان، ده بيضرب الخلايا الطبيعيه للانسان وخلايا السرطان، فنتيجته اوحش من، يعني مش كويسه، لان هي مش قادر يستهدف خلايا السرطان بالتدقيق. فده كان هدفنا،
كنا بنبص على الاوعيه الدمويه اللي بتغذي السرطانات ديت بدقه عاليه جدا، وهي دقه الخليه الواحده، ودوت من اهم الاسباب ان خلت البحث بتاعنا ينشر في مجله نيشر، لان احنا بصينا على بدقه عاليه جدا، هاي ريزوليوشن لو المصطلح بالانجليزي ممكن اقوله، بدقه عاليه ان احنا نشوف على مستوى الخليه الواحده الاختلافات ايه بين خلايا الاوعيه الدمويه في السرطان والخلايا الطبيعيه. ولقينا انتوا اشتغلتوا على 600 ألف خلية تقريبا يعني عشان تعملوا البحث خلايا ده. من فوق، تمام، من فوق 100 عيان. ياه فالبحث ده ده واتاخد قعدتوا تقريبا قد سبع ايه فيه يا سنين دكتور؟ يعني ده بحث واضح انه يعني كبير قوي يعني. فوق السبع سنين. يا ربنا يكرمك والله ويكرم كل عالم بيشتغل من اجل البشرية. يعني حضرتك 7 سنين من عمرك بالكامل عشان تطلع هذا البحث اللي هو ان شاء الله ربنا يجعله سبب في انه يلاقي علاج لسرطان المخ وحاجات كتير، يعني يكون بداية الطريق. متشكر يعني متشكر. بتشتغل كم ساعة في اليوم يا دكتور؟ أنا بشتغل يعني من الصبح لبالليل، يعني ممكن أبدأ 8 صباحا وأروح البيت الساعة 10 بالليل. ياه الكلام دوت بدون مبالغة كل يوم، وكمان في اللي هي أجازة نهاية الأسبوع. وهو ده الطريق، يعني لو واحد عايز يحقق شيء ذو قيمة لازم يدي كل مجهوده وكل طاقته عشان يحقق الهدف دوت. وطبعا انا عارف، لان طبعا انا عارف بطبيعه شخصيتك يعني، وبطبيعه يعني حضرتك كمان من شبرا يعني الجد والاجتهاد ايوه والعمل، يعني انا متاكد انك بتروح في ايام الاجازه بتشتغل. اكيد طبعا، اكيد طبعا، لان ان الواحد يفهم طبيعه البيولوجي او الطبيعه المعقده جدا لسرطانات المخ ديت بتاخد يعني مجهود ذهني كبير. بالنسبه للعالم، العالم مش زي اي شخص تاني، صح. شخص اي شخص ممكن يشتغل من مثلا، مش هعمم، بس بعض الشغلانات تشتغل من 9 ل 5، الواحد بيشتغل من 9 ل 5 وروح البيت يقفل دماغه لان هو خلاص خلص شغله. لكن العالم مش كده. لو بصينا على زي ناس زي دكتور زويل، دكتور مجدي يعقوب، بيدي مجهوده الذهني كله، بيفكر في شغله صح على طول 24 ساعه في اليوم، 7 ايام صح في الاسبوع، كل ايام السنه، عشان يوصل للاهداف ديت، لان الطبيعه الجميله اللي ربنا طب خالقها حضرتك في في معملك يعني أكيد بتمر بلحظات انتصار ولحظات إحباطات، بتتعامل معاها إزاي؟ اكيد اكيد. في الطريق العلمي لازم الواحد يكون مجهز جدا ان هو هيلاقي في طريقه احباطات اكتر بكتير من يعني وارد حضرتك كل اللي حضرتك بتشتغل عليه ده على مدار ال7 سنين يوصل للي نتيجة، وعلى الرغم من كده عادي بتقفل الصفحة وتفتح صفحة جديدة، هو دي طبيعة ده طبيعي شخصية لاي العالم. عالم اكيد. لان هو لو العالم منتظر، لان البحث العلمي ايه معناه؟ البحث انك الواحد بيدور على شيء غير معروف وغير متعارف عليه، هو بيشكله، هو اللي بيحاول يوصل لاساسه ويفهمه. فلو هو لو الطريق كان سهل، ناس كتير كانت عملته، بس للاسف عشان الواحد ينجح في الطريق العلمي لازم يكون عنده مصابره واجتهاد وعنده قدره على تحمل الفشل. لان صح، لو واحد بيبحث في شيء عشان يلاقي طريقه عمل بعض الخلايا في السرطان، وعدم الانحياز النظرية في دماغك، لأن العالم محايد اكيد جدا، أنت بتحط فرض اكيد طبعا، علمي وبتشوف إذا كان الفرض ده صح أو غلط، لكن لا تنحاز اكيد إليه طبعا، أبدا. اكيد طبعا. الطريقه العلميه الصحيحه ان الواحد يكون محايد في فكره ويبص على النتيجه العلميه بعين محايده، ويسمع اراء اخرين في رايهم النقدي للبحث بتاعه. وده جزء من نشر اي مجله، في اي مجله مرموقه في طبعا حاجه بيسموها بير ريفيو او مراجعه العلماء الاقران طبعا في المجال، مراجعة الأقران يعني عشان بشكل يدوا عام. زي طيب يعني هو العلماء الكبار. باعتبارنا اليومين دول حضرتك عارف في الثانوية العامة ولادنا دلوقتي وشبابنا واخواتنا يعني بيختاروا كليات المستقبل، وحضرتك دلوقتي مطلع على أحدث الكليات على مستوى العالم، إيه الجديد أو إيه الكليات اللي سوق العمل بيتطلبها دلوقتي؟ تمام، انا هكلمك من في مجالي اللي هو الطبي البيولوجي. انا صيدلي صحيح. بالتخرج، انا من صيدله عين شمس، ودرست في الماجستير في المانيا في مستشفى شاريتيه الجامعي، درست علوم الاعصاب الطبيه. ده فانا تخصصي اتغير شويه بين الصيدله لعلوم الاعصاب لكنها متصله. انا رايي لو انا هلخصه في جمله واحده، ان العالم متجه دلوقتي
للتكنولوجيا، لاستخدام التكنولوجيا اكتر حتى في المجالات الطبية. جزء كبير من البحث بتاعي كان يعتمد على البرمجة الحيوية، سموها بايو انفورماتكس. البرمجة جزء أساسي ومهم جدا في كل العلوم وبالأخص العلوم الطبية. فأنا يعني بتمنى إن مناهج الكليات بتاعتنا في كليات الصيدلة وكليات الطب وكليات العلوم يكون جزء كبير منها بيعتمد طبعا على، يكون تدريس لكورسات متخصصة في البرمجة، يعني مثلا البرمجة بآر أو بايثون لازم والله تكون ده احنا متعلمة كحد وتدريسها الاسبوع اللي فات، والله يا دكتور من الاسبوع اللي فات بنقول الكلام ده، واعتقد انه في عندنا في مصر دلوقتي كمية كليات كتيرة جدا ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة والتخصصات المختلفة، لكن مهم جدا اللي حضرتك قلت عليه وهو ان كلية الطب وكليات الصيدلة لازم يدخل فيها البرمجة جزء اساسي من المسألة. بشكر حضرتك جدا دكتور محب جبريال، واهم درس اتعلمناه في الفقرة دي تحديدا أن هناك عالم مصري قعد 7 سنوات من عمره عشان يعني بيشتغل على بحث علمي أو نظرية علمية قد تنجح أو قد تفشل، لكنها الحمد لله ربنا وفقه ونجح أنه ينشره في بحث كبير في دورية نيتشر العلمية عشان يجد أول أطلس جزئي للأوعية الدموية في مصر. ربنا يجعله سبب يكون بداية عشان أقول كلام دقيق لفهم طبيعة الأوعية الدموية في المخ، وبالتالي ده ممكن يكون سبب في إيجاد علاج في يوم من الأيام لسرطان المخ أو الأمراض المختلفة اللي ليها علاقة بالأوعية الدموية. بعد الفاصل هنحدد مع بعض مستقبل إخواتنا وأولادنا في الثانوية العامة معاهم، مش مع بعض، معاهم، من خلال دكتور مروة الحفناوي خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشان تقول لنا الكليات المختلفة المتاحة وفرص العمل المتاحة أيضا. ورجعنا لحضراتكم تاني، والمستقبل المستقبل بيبدأ من الدراسة الجيدة والتعليم الكويس والتعلم الجيد والفرص بتتوجد من خلالها. طبعا الحلقة اللي فاتت كانت علمتنا الدكتور مروة الحفناوي خبير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا حضراتكم شفتوا الدكتور مروة قبل كده وهي معانا، صورنا معاها حلقة في برنامج مصر تستطيع في ألمانيا، وكانت وقتها بتشتغل في إحدى أكبر شركات التكنولوجيا والاتصالات على مستوى العالم، لكنها فضلت إن هي ترجع مصر، ومصر دايما بتستفيد بخبرتها في مجالات مختلفة. دكتور مروة الحفناوي عملت ورقة لو تعلمون عظيمة، أكيد يعني الكاميرات هتوريها لحضراتكم وهيتعمل لها إسكان. الورقة دي شوية فيها لخبطة، دي الخريطة اللي بتوضح أنت ممكن تدخل كلية إيه أو وضعها عامل إزاي. طبعا دكتور مروة حافظة شكل الخريطة، وهي بدأت الخريطة بكلمة كده اسمها أهلا وسهلا بيك يا دكتور، أهلا بحضرتك دخلت في الموضوع على طول. لا لا مفيش معلش مشكلة أنا خالص. أنا آسف بعتذر لك يعني. وعندنا بقى بالتوازي هيبقى في عندنا مجموعة من الاتصالات والمداخلات. دلوقتي معانا يمكن على الهواء ايضا عبر تقنيه زوم دكتور مروان عبد الله مسؤول البحث والتطوير بمشروع دماغ الازرق بسويسرا. دكتور مروان ازاي حضرتك؟ اهلا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ حضرتك معانا اهو دكتور مروه، اهو احنا معانا اهو مصر وسويسرا، وهينضم لنا كمان شويه جامعه اوكسفورد، وهينضم لنا ناس من اليابان، يعني هنعمل كونجرس عالمي عشان مستقبل ولادنا في الثانويه العامه. دكتور مروه احنا بدانا حضرتك كتبت الكليات والمجالات، فناخد بقى من تخصصك. طبعا اول حاجه خدتي سهم كده على الهندسه، فالهندسه انقسمت الى، يلا نقسم كده مع بعض بالظبط. عندنا الهندسه طبعا قسم الميكانيكا، قسم الميكاترونكس، وده قسم بقى مهم دلوقتي، ده بيجمع ما بين الهندسة الميكانيكا والهندسة الكهربائية بالذات في علوم الروبوتكس. ده مهم جدا، ده اللي بيبني البادي بتاع الروبوت بالظبط. وكمان بيدخل فيه جزء برمجة اكيد للروبوتس ديت. عندنا طبعا قسم الهندسة الكهربائية اللي هي بيدخل تحتيها الالكترونيات والاتصالات، ده اساسي بيزك كده ماشي على كل حاجة، ده اساسي بالظبط. ودولت مجال شغلهم لسه مطلوب جدا عالميا، عشان في اوقات بيجيني اسئلة هو احنا ليه لسه بندرس هندسه كهربائيه لحد دلوقتي؟ فلا هي داخله في كل حاجه،
كل صحيح. المجالات وكل ما دام في اشارات شغاله، ما دام في هاردوير محتاجينه في اجهزه كتيره جدا، فهنحتاج لسه المهندسين. عندنا هندسه الانشاء سواء بالمدني او معماري، عندنا الهندسه في المجالات الصحيه او التطبيقات الصحيه، البايو ميديكال ابلكيشن اللي كنت بقول لحضرتك عنها صحيح. الحلقه اللي فاتت. صحيح. عندنا الهندسه البيئيه، ازاي ان احنا نقدر. طب معلش هسألك سؤال، ممكن واحد يقول لك يعني ايه، يعني ايه هندسه بيئيه؟ يعني ده مجال مهم مثلا؟ ده مجال مهم لان احنا شايفين دلوقتي قد ايه التغير اللي حاصل في المناخ بالظبط. فالهندسه ازاي اقدر اعمل مش بس مباني بطريقة صديقة للبيئة، لا أقدر كمان أن أنا أعمل حاجات متطورة وما تأذيش البيئة. طيب. فهي داخلة في كل الحاجات دي. عندنا الهندسة الكيميائية طبعا، دي لسه مكملة معانا، دي بقى بتدخل في صناعة الأدوية وفي وبتدخل كمان حتى في تحلية المياه، وبتدخل في حاجات كتيرة جدا كويس. برضو عندنا طبعا الهندسة الكمبيوتر، وده برضو مجال مهم لان يعني وناس كتيره قوي بقى عايش معانا بالظبط. بس كتير برضو بيسالوني طب ايه الفرق ما بين هندسه الكمبيوتر والكمبيوتر ساينس او علوم الحاسب الالي العادي. بقول دايما هندسه الكمبيوتر بيفرق عنها ان احنا بندرس الهاردوير بتاع الكمبيوتر من جوه، وازاي اقدر سواء ان انا اصنعه او ان انا اعمل عليه تطبيقات مختلفه. طيب انا شايف من ورقه حضرتك في ثلاث حاجات كده محتاجين وقفه. اول حاجه اعتقد انه كل الدراسات دلوقتي بتقول انه اهم حاجه دلوقتي في التخصصات بتاعه الحاسب الالي تحديدا الامن السيبراني، يعني دي بقى اهم تخصص في الدنيا، لانه ما بقاش يعني بقاش مهم ان انت تدخل في هذا المجال، المهم انك تامن نفسك، لان انت احنا بقينا على يعني. واعتقد الهجمه الالكترونيه او اللي حصل مؤخرا بوقوع المطارات على مستوى العالم بيبين ان الامن السيبراني ده شيء مهم جدا. بالظبط بالظبط. اهم حاجه اللي احنا نعرفها المهندس دلوقتي من المهم ان هو او حتى اللي درس في علوم الحاسب الالي، من المهم ان هو يعرف البيئه المحيطه للنظام بتاعه. هو انا مش بعمل بروجرام او مش بعمل بس هدفي، بس ازاي اخلي كل العناصر اللي معايا مكتمله ومؤمنه، بحيث ان انا النظام بتاعي اللي انا بعمله ما يقعش. عشان كده بيبقى عندنا حتى مهندسين نظم سيستمز انجينيرز، عندنا مهندسين، عندنا حتى في علوم الحاسب الالي برضه بيدرسوا السيستم انفورميشنز. فكل الحاجات ديت بتقول انا محتاج اعرف النظام بتاعي متكامل عشان خاطر اقدر حتى لو في مجال او في زي ما بنقول نقطة ضعف معينة أنا ممكن أشك إن هي حد يقدر يدخل لي منها، أنا اللي بوجه المهندس اللي بعدي لمسؤول أكتر في هذا يعني المتجاه. حضرتك بتنصحي بالأمن السيبراني إنه ده حاجة مهمة بقت جدا، بقت حاجة مهمة جدا دلوقتي. فعشان أعمل نظام كامل طبيعي إن هنلاقي مهندسين أو مبرمجين أو أخصائيين في الأمن السيبراني بيشتغلوا في هذا المجال. كويس. دكتور مروان حضرتك معانا ها؟ معاك الزحمة. طب يا دكتور مروان لو حضرتك ليك اخ او اخت في الثانوية العامة تحب تدخلهم كليات ايه؟ انت شخصيا يعني طبعا هي في البداية او في البداية والنهاية هي مسألة انترست او مسألة صحيح. توجه اهتمامات أو حب اهتمام او باشن بالحاجة اللي الواحد بيعملها. ولكن انا مثلا لو هتكلم عن تجربتي انا ما كانش فارق معايا ساعتها انا عايز ادرس سواء كان هندسه او صيدله او كمبيوتر على او طب او عايز اروح الكليات دي، على قدر ما انا كنت بفكر ايه بعد كده ممكن المجالات اللي تكون مفتوحه قدامي في الوقت ده. فقعدت اتكلم مع كذا حد لحد ما اقتنعت ان انا ممكن لو رحت هندسه اقدر، لان انا في الاول كنت علمي علوم وبعدين حولت دفعه بقت علمي رياضه. رحت هندسه وانا ده اصلا عشان الدكتوره مروه على طول هترجع تقول لك بقى ايه المقوله الشهيره بتاعت البني ادمين نوعين، نوع عادي ومهندسين. هتفرح على طول. ولكن لما جيت اختار القسم مثلا اخترت قسم الهندسه الطبيه كان الفانتازيا اللي فيه كفايه ان هي تشد الواحد. فانا يعني في اقسام تانية طبعا كويسه جدا، شايف قسم اتصالات كويس جدا، قسم كهرباء، قسم حاسب،
حتى دي يعني الاقسام اللي اقول فيها شويه تكنولوجي، الاقسام اللي صامها ممكن تكون ميكانيكا او الاقسام المدني او الانشائي، اللي هي حاجات ما زالت على ارض الواقع بعيد عن طب موضوع انا هقول التكنولوجي ده. لحضرتك حاجه، الدكتور مروه مثلا مش هورالي دلوقتي، يعني انا شايف حاجه اكيد حضرتك عارفها كويس قوي ومحتاجه اسالك عنها، وعامله دايره حوالين تخصص اسمه صناعه الالعاب الالكترونيه. الجيم ديزاين هو بيعتبر سبست من الهندسه، هندسه الكمبيوتر او مظبوط، هو الكمبيوتر من علوم الحاسب الالي. هل بالظبط. ده من الحاجات المهمه دلوقتي هي صناعه الالعاب الالكترونيه؟ مطلوبه جدا في الفتره دي، مطلوبه جدا انك تعرف تعمل 3 دي موديلنج وديزاين وانيميشن وتعمل بروجرامنج للجيم، الجيم ارينا، بحيث ان انت تعمل صحيح، جيم تقدر احنا تبيعه. اولادنا كلهم عايشين معانا في البيوت وشايفين انه حياتهم كلها بقت كده، فاحنا يعني نتمنى ان احنا نتحول من مستخدمين لصناع، يعني هو ده اللي الدكتور مروه كاتباه في الورقه. في شركات كتير حاولت القرارات اللي فاتت، وفي منها شركات برضو نجحت ان هي تنقل التكنولوجيز اللي كانت بتتعمل بره، مجرد ان احنا كنا بنستخدمها فقط لا غير، لان احنا ابتدينا نديفلوب الكلام ده. ففي كتير اتعملوا بالذات مع موضوع الفيرشوال رياليتي او الاكستندد رياليتي، بقى له ابعاد كبيره جدا مع وجود الهيدسيتس او النظارات بتاعتها افوردبل، بقت بقى متاحه. ده خلت ناس كتير تنزل في المجال بتاع الجيم ديزاين وتتعلم حاجات زي الانريل انجن وزي يونيتي، ان هم ازاي يعملوا موديلنج وديزاين وانيميشن ويحطوا ده كله في باكج واحده كده، يعملوا منها جيمز يعني. فهي المشكله التداخل ما بين العلوم اللي احنا بنسميه الانتر صحيح. ديسيبلينارتي. فانا لو حاجه انصح حد اقول له روح كذا، هي ما بقتش روح هندسه طبيه او روح كهرباء او روح كمبيوتر، لان انا اعرف ناس كتير مثلا درست ما حاجات ليها علاقه بهندسه الكمبيوتر، وبعدين لما جت تشتغل بعد كده او تعمل ماجستير او تروح تعمل دكتوراه، اضطروا ان هم يتخصصوا في نقطه في الهندسه الطبيه، فتعلم حاجات عشان يبتدي يكمل النولج اللي عنده ويحاول يابلاي علوم صحيح الحاسوب علوم الكمبيوتر في الابلكيشنز بتاعت الهندسه الطبيه. صحيح فالانتر عامله او التلاحم ما بين العلوم وبعضها بقى عامل كبير قوي، صعب جدا ان انت تحدد في البدايه انا هعمل ايه. صحيح. دكتور مروه هسأل حضرتك، وحضرتك طبعا متعامله مع الطلاب في الجامعات واكيد يعني يوميا كل يوم عندك يعني اهالي وطلاب وناس بيقعدوا يسالوا نفس هذه الاسئله، هل صحيح المعيار ده معيار احنا كنا بنشتغل بيه واحنا صغيرين، مش عارف المعيار ده مازال موجود لحد دلوقتي ولا لا، ان احنا بنشوف مثلا ابني شاطر او بنتي شاطره في الرياضيات فهي تروح هندسه اكتر، هو شاطر في الاحياء فهتروح للطب اكتر، هل المعيار ده موجود ولا المساله بقت نسبيه دلوقتي؟ لا هقدر اقول المساله نسبيه، وبعدين مع الجيل الجديد انا ما بقاش نافع ان انا افرض رايي عليه او اقول لا له ما فيش، انا روح بتكلم الاتجاه على ده. اللي هو لما احنا بننصح ولادنا، انا باخد من حضرتك الطريقه اللي احنا بننصح بيها بالظبط، ولادنا، لكن في النهايه القرار ليه، لان ده مستقبله. هو اول سؤال انا بساله له هو انت حابب تشوف نفسك فين بعد كده، عايز اوكي تشتغل فين، حتى لو وصلنا لمرحله انت مش عارف انت عايز بالظبط تعمل ايه، بس عايز اشتغل في الشركه الفلانيه، طيب تعالى ندخل على الشركه الفلانيه دي ونشوف البروفايل بتاعها وايه المتطلبات اللي هم طالبينها في الوظائف المفتوحه بالنسبه لهم. صحيح. بيطلعوا مثلا منتجات او برودكتس شكلها ازاي، فهيبقى ايه الحاجات اللي هم محتاجينها سواء بقى كمهندس كاداري كنوع مختلف، فكل حاجه دلوقتي بقول له انت عايز تشوف نفسك فين، رايح صحيح لفين. احنا شايفين برضو في الورقه بتاعت حضرتك الكليات والمجالات، نروح بقى لمجالات اخرى، هنلاقي مثلا الاداره، فالإدارة بتودينا للإدارة المعلوماتية والدعاية والتسويق وإدارة المنشآت وإدارة سلاسل الإمداد وإدارة الرعاية الصحية. وإدارة سلاسل لا الإمداد الرعاية دلوقتي الصحية دي رايحة حاجة تانية، سلاسل الإمداد معلش. سلاسل الإمداد بقت حاجة مهمة جدا، وإحنا شفنا قد إيه أهميتها مثلا لما كورونا ظهرت. صح. إن أما حصل سلاسل الإمداد أما وقفت في بوينتس معينة. صحيح. كل حاجة بعديها وقفت. صحيح. والمايكروشيبس اللي هي كانت موجوده في دول معينه، فادت الى تقريبا الصناعه في العالم توقفت نتيجه لخلاف سياسي، يعني مثلا دي سلاسل الامداد صح؟ من ضمن يعني ده اكزامبل او ده مثال عندنا ان فعلا اما اقتصرت صناعه حاجه معينه في بلد معينه والبلد وقفت انها بتصدر النوع دوت من هذا المنتج، وقف لنا بقيه المنتجات اللي معتمد عليه، وعشان كده بنقول دايما الصناعه الداخليه ان احنا نعتمد بالاخص في كل حاجه
علينا احنا شخصيا، فاحنا هنبقى قادرين ان احنا نوفي طلباتنا احنا محليا. صحيح. احنا حضرتك استدعيتي الامن السيبراني، فالامن السيبراني نفسه جانا معانا. الدكتور احمد شريف مدير فريق اختبار الاختراق ببنك اي ان جي الهولندي. دكتور احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. وحشنا والله يا دكتور. الله حضرتك اكتر والله، ربنا يبارك فيك يا رب. دكتور حضرتك لو ليك اخ او اخت يعني حابين انهم ينضموا او انهم يدخلوا كليه معينه، حضرتك تختار لهم ايه؟ والله هو السايبر سيكيورتي عامه يعني اكتر التخصصات دايما بتبقى قريبه منه. يعني لو درست كمبيوتر انجينيرنج او هندسه حاسبات او حاسبات ومعلومات، يعني حاجه بتبقى ليها البيزكس او الاساسيات بتاعه الكمبيوتر انجينيرنج عامه. بالنسبه لي في الحالتين يعني التخصصين قريبين من بعض، فمش مش هيفرقوا جامد في الكارير. طب الترند يعني في العالم ايه دلوقتي يا دكتور؟ الترند او الترند في التوجه في العالم كله ايه دلوقتي؟ او الاكثر طلبا في سوق العمل؟ والله هي تخصصات السايبر سيكيورتي كلها مطلوبه، يعني سايبر سيكيورتي فيه اكتر من سبجكت. يعني مثلا احنا بنتكلم في مالوير اناليسيس وريفرس انجينيرنج، ده الهندسه العكسيه وتحليل البرمجيات الخبيثه، وده اغلب الشركات اللي ليها علاقه بالمالوير بتبقى طالبه يعني محللين للبرمجيات الخبيثه وغيره. في المجال اللي انا متخصص فيه. يعني ايه برمجيات خبيثه يا دكتور؟ معلش. اللي هو المالوير او اللي هو الـ يعني بنقوله بالعربي الفيروس يعني؟ او الورمز او كده. بالضبط. برامج القرصنه بشكل عام. بالظبط. فطبعا ده بيبقى كل شركات الانتي فيروس، كل شركات الحمايه بتبقى طالبه متخصصين عشان يعملوا زي تحليل للبرامج ديت، ويعملوا يعني ينزلوا اناليسز ليها يعني. فده تخصص من التخصصات. تخصص ثاني مثلا ليه علاقه بالديجيتال فورنزكس او التحليل الجنائي الرقمي، وده يعني برضو بيبقى فيه شركات وجهات حكوميه، بالذات الجهات الحكوميه بتبقى طالباه. ده بيدخل في السايبر كرايم انفستيجيشن، ده بيدخل في برضو بعض الشركات الخاصه. صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال لما بيبقى فيه مثلا قضيه فيها اجهزه الكترونيه تتعمل لها اكوزيشن في القضيه مثلا، فبيبقى طالبين محللين او ديجيتال انفستيجيتور، فورنسيك انفستيجيتور، يعملوا يعني تحليل للاجهزه. ده موضوع جديد. لا انا اول مره اسمع عنه. دايما يعني محققين الكترونيين او محققين في مجال القرصنه، لا دي جديده. يعني دايما يقول لك دايما ده بيتخرج، كان زمان المحقق بشكل عام بيتخرج من كليه الحقوق او غيره، لكن محلل او محقق في هذا التخصص. يمكن حتى في الموضوع لما بيحصل اي حدث للطياره او سقوط طائرات، فبيجيبوا خبراء طيران بيحققوا. فدلوقتي باعتبار ان معظم الجريمه في العالم بقت مرتبطه اكتر بالديجيتال، فاصبح فيها محققين. احنا بس ايه، الهندسه غالبه وطاغيه، عاوزين نروح شويه للطب شويه بعد اذنك يا دكتور. احنا معانا دكتور احمد سلمان. دكتور احمد سلمان طبعا جامعه اوكسفورد ببريطانيا. دكتور احمد زي حضرتك؟ اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك استاذ احمد، ويا رب تكونوا بخير جميعا. احنا والله الهندسه طاغيه يا دكتور في توجهات الكليات. ما عندكش معادل تاني بيقول ان الطب والصيدله موجودين ولا ايه؟ هم موجودين تمام. اكيد دايما ما نقدرش نعيش من غيرهم. تمام. طبعا يعني هو اي تخصص واي مجال في البدايه اكيد ليه دوره في الحياه، واكيد ليه اهميه كبيره. يعني من غير يعني الاختلاف في التخصصات لن تستقيم الحياه. الحاجه بس اللي احب ابتدي بيها يعني كنصيحه للطلبه، ان انت لازم يعني تختار المجال اللي انت حابب تكمل فيه، لانه الموضوع مش يعني علاقه قصيره في المدى، دي علاقه طويله جدا، وبتاخد تقريبا افضل واهم ساعات من حياتك تقريبا، ساعات اللي هي الروقان، تصحى الصبح هتروح عمل او تخصص معين، تقريبا اكتر من ثلث حياتك هيكون ديديكيتد او مخصص لهذا المجال اللي انت هتتخصص فيه في دراساتك. فلازم تختار حاجه بتحبها في المقام الاول، وحاجه يكون ليك صبر ويعني قدره ان انت تكمل فيها في المجال الطويل كماراثون، ليست يعني كسبرنت او حاجه قصيره المدى. يعني المجالات الطبيه طبعا اهميتها لانها بتمس بصوره مباشره اهم حاجه في حياتنا وهي صحتنا. اعتقد ان ازمه كوفيد اثبتت انه العالم عنده نقص اطباء وممرضين بشكل واضح جدا. يعني اعتقد انه في دول أكيد. يعني
كانت بتبحث عن خبرات الاطباء الممرضين نتيجه لانه الكليات ما بتطلعش اطباء ممرضين بتسد حاجه سوق العمل على مستوى العالم، صح؟ تمام، اكيد. يعني انت المجالات الطبيه بصوره عامه مع تدخلاتها طبعا مع اي مجالات ثانيه، يعني انا هشيل هذه النقطه لاحقا انها بتمس بصوره مباشره اي نعم الصحه، وهي اهم حاجه في حياتنا، صحتنا وسلامنا النفسي واستقرار الحاله النفسيه والصحيه. ولكن ايضا كما حضرتك تفضلت وذكرت، الكورونا كانت بتشير ايضا، وكانت يعني اي نعم تجربه قاسيه، ولكن اشارت انها مرتبطه ايضا بكل فرع من حياتنا، يعني بالاقتصاد، بالحياه الاجتماعيه، باي مجال اخر في العمل. لو في مشكله صحيه او وباء يعني مش هتقدر اصلا تمارس هذه الـ 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 الاعمال بصوره عامه يعني. وبالتالي مهم جدا انه ليها دور على الصوره المباشره بالصحه، وليها دور يعني تاثير جلوبال او عالمي، وليها دور على كل المجالات الاخرى. الفكره ان هو حتى لو في شغف مثلا بشيء يجمع بين المجالات الطبيه واشياء اخرى، في الهندسه الطبيه، في مثلا الباي انفورماتكس اللي هو الطبيه من ناحيه البرمجه والخبرات المعلوميه والبيج داتا والكلام ده كله، فعلى حسب شغف كل شخص حابب يشتغل بس مجال واضح الطبية. حتى ان الهندسه الهندسه كمان بتعمل عمليات. بقول لحضرتك واضح الهندسه بتعمل غزوات في الطب اهو. اكيد اكيد. على فكره غايه في الاهميه اكيد ان انت تواكب التطور في كل حاجه. فالمجال الطبي ليس فقط ان مقتصر مثلا على مهاجمه الامراض المعديه، لا، الامراض السرطانيه، حتى الحاجات الغير تقليديه كتطعيمات وقائيه، تطعيمات علاجيه، ادويه كما ذكرت، يعني باي انفورماتكس للتحليلات الجينيه والاشياء المعلوماتيه، اللينك بين البايو تكنولوجي والقدرات الهندسيه مثلا في تصنيع اشياء بالمستوى العالي والاجهزه الهندسيه والاجهزه الطبيه، فده بيدمج بين كل المجالات تقريبا، وبالتالي بيخليك عن طريق المجال الطبي ممكن تتخصص في اي شيء اخر بدون مبالغه، سواء حتى سياسه او اقتصاد، هتلاقي ممكن في لينك وفي اهميه ان انت تجمع بين الفرع الطبي وهذا المجال. ولكن ايضا اؤكد على فكره ان انت تختار تخصص انت بتحبه، ويعني حاسس ان انت ستعطي فيه على المجال الطويل باذن الله، وربنا يوفق يا رب يا رب يا رب يا دكتور. بشكرك دكتور احمد سلمان، جامعه اوكسفورد البريطانيه. والى اليابان بقى معانا الدكتور المؤمن عبد الله، رئيس قسم التعليم الدولي بجامعه توكاي باليابان. دكتور مؤمن، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ تمام. دولة اليابان. تحياتي حضرتك. التوجه دلوقتي في اليابان في الكليات في الدراسات ايه؟ هي الكليات اللي الطلاب بيحبوها اكتر؟ طيب خليني اتكلم بواقع ان انا مسؤول عن فرع وهو ما يسمى التعليم الدولي والدراسات الدوليه. توجه اليابان بشكل عام انه ما فيش ربط كبير بين الدراسة التخصصية اللي هي في الجامعات وبين سوق العمل، بمعنى انه الطالب بيقدر يتخرج من الجامعة مثلا من تخصص مثلا زي اقتصاد، ولكن ممكن بدخوله احدى الشركات وبعد حصوله على تدريب يبقى مثلا مبرمج مثلا او مهندس. هنا سوق العمل في اليابان بيتيح الفرصة، يعني ما يسمى التدريب الوظيفي بعد طبعا التخرج من الجامعات، ان يبقى ليه فرص ان هو يصبح كما يريد يعني. طبعا يمكن النظام ده عندنا مش متواجد الان في كتير من الدول العربيه او في مصر. اللي انا عايز اكد عليه بس ان الدراسه التخصصيه اللي في الجامعه ايا كان التخصص ما بتكونش دراسه تخصصيه عميقه، يعني هي الفكره كيف نستغل الوقت اللي هو الاربع سنوات او الست سنوات اللي هي ان الجامعه يا دكتور هي تنميه مهارات علاقات، نقدر نقول بالزبط. تاهيل لسوق العمل، بدايه تاهيل علاقات اجتماعيه، علاقات بالزبط. انسانيه، قدره على البحث مثلا، او ان انا بوجد اساسيات البحث العلمي عند الطالب، لكن ما هياش اللي هتسد 100% المساله يعني. حضرتك يعني انا اسف جدا جدا لضيق الوقت يا دكتور والله، واحنا هنكمل مع بعض في حلقات
تانية مع بعض. بشكرك جدا دكتور مؤمن عبد الله رئيس قسم التعليم الدولي بجامعة توكاي باليابان، احنا الفترة الجاية ان شاء الله هنشتغل على هذا الملف مع كل علمائنا الكبار. هو بس سؤال اخير واجابة هذا السؤال في دقيقة، سواء من الدكتور مروة او الدكتور مروان، وهو حضرتك عارفة كويس قوي انه بعض الشركات العالمية الكبيرة بقت لا تشترط الشهادة الجامعية في انها تشغل موظفين، فهل ده يخوف ولا يطمن ولا ايه؟ يعني تحليلك لده ايه؟ تحليلي هم لسه في البدايه، يعني خوف على مستقبل التعليم الجامعي بشكل عام ولا لا؟ لانه شركات كبيره جدا بقتش تشترط شهاده، هي بتقول المهارات ايه ومش مهم انت متخرج من جامعه ايه. هيخوف لو انا مش مديه المهارات دي جوه الجامعه. يعني احنا دايما بنقول انا مش بس عندي الماده العلميه، لا انا عندي مهارات زي السوفت سكيل، زي كيفيه اداره المشروعات، كيفيه التعامل في فرق، كل الحاجات دي بتساهم. فدي كلها حاجات انا ببنيها في الطالب قدامي. فانا لو مش مديله المهارات اوريدي اللي هو بيطلبوها لو معهوش شهاده جامعيه بخبره معينه، فدي هتبقى مش في صالح الطالب الجامعي اكيد. يعني حضرتك عاوزه تقولي ان الجامعات ايضا في العالم عليها انها تطور نفسها عشان تتوافق مع سوق العمل. بالظبط بالظبط. دكتور مروان، انا في النقطه دي شايف ان الجامعات في العالم كله على المحك، لان في ناس كتيره بتقول ان الفتره اللي جايه الجامعات النظام فيه ينزل، ففي ناس قاعد ان هم طبعا الدكتور مروه قالت نقطه مهمه جدا وهي السوفت سكيلز، ودي حاجه فعلا هي دي اللي هتبقى الفاكتور الرئيسي اللي يتلعب عليه. ولكن فعلا ممكن في غضون مش هقول لك عقود، سنين يعني، تلاقي ان الشهاده الجامعيه ما مش هيصبح ليها اي دور رئيسي، بل بالعكس هي السكيلز بتاعت الشخص المناسب ده لو عنده ريكويرمنتس بتاعت الوظيفه هياخدها، وممكن بعد كده يقدر يديفلوب سوفت سكيلز وذن التيم اللي هو هيشتغل فيه. صحيح. بشكر يعني هي يعني حضرتك ايه قد تكون نظرتك اكثر تشاؤما زي ما بقول، بس يعني اكيد يعني الجامعات هيكون عندها قدره على تطوير نفسها مع وجود العلماء والاساتذه الكبار، لكن اعتقد ان الجامعات في العالم كله على المحك في هذا الملف زي ما قال دكتور مروان، انه عليها ان هي تطور نفسها جدا. بشكر جدا مجموعه علمائنا اللي كانوا موجودين في الخارج، احنا اتكلمنا مع علماء في هولندا وسويسرا واليابان، ودكتور مروه الحفناوي معانا هنا من مصر. بشكر جدا دكتور مروه. وهنكمل مع بعض سلسلة حلقات ازاي نبني مستقبلنا، لانه مستقبلنا اهم حاجة في حياتنا، وزي ما قلت لحضراتكم كل اب في حياتنا او ام ابنهم هو مشروع قومي ليه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في تربية اولادنا وبناتنا. شكرا جدا لحضراتكم.